الرحمن الرحيم. عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة أزمة فيروس كورونا اجتماعها صباح اليوم برئاسة السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. استعرضت اللجنة خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقا لتطورات الوضع الصحي في البلاد، وقررت اللجنة ما يلي: أولا، استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا يوميا، وذلك اعتبارا من الأحد القادم 14 يونيو حتى الثلاثاء 30 يونيو الحالي، وكذلك وقف حركة النقل العام من 8 مساء يوميا. ثانيا، مد عمل المحلات العامة لمدة ساعة لينتهي العمل بها في 6 مساء بدلا من 5 مساء يوميا طوال نفس الفترة. ثالثا، استمرار العمل بالنظام السابق لتخفيف الزحام في أماكن العمل المختلفة عن طريق تقسيم العمالة، ولكل وزير اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بذلك حسب ظروف العمل بوزارته. رابعا، استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي. خامسا، السماح للنوادي الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء اعتبارا من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال نفس الفترة. سادسا، دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو مبدئيا، وذلك في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، وطبقا لتطورات الموقف الصحي، وطبقا لمدى حرص المواطنين باتباع أجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح، وإعادة تقييم الموقف أولا بأول. سابعا، بدء السياحة والطيران إلى المحافظات الساحلية الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو الحالي. ثامنا، عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفا وفقا للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها ومتابعتها يوميا حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب. وتؤكد لجنة إدارة الأزمة أنها ومنذ تشكيلها وضعت نصب أعينها في إدارتها للأزمة تحقيق التوازن بين أمرين: الحرص على صحة وسلامة المواطنين من جهة، وإدارة عجلة الاقتصاد قدر المستطاع من جهة أخرى. كما تؤكد أنها تتابع الموقف الصحي بجميع أنحاء الجمهورية أولا بأول وساعة بساعة، وأنها وضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة بالبلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي، وأن هذه الخطط تتميز بالمرونة الكافية للتمشي مع أي تطور يطرأ على الحالة الصحية. وتؤكد اللجنة أيضا أن كل دولة تعمل في هذه الأزمة وفقا لظروفها التي لا تتفق بالضرورة مع ظروف دولة أخرى، وقد تتفق مع ظروف دول أخرى، ولكن الثابت والمؤكد هو ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بالوقاية الصحية المؤكدة، وهي ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والحفاظ على النظافة الشخصية، وهو متأكد عليه الحكومة دائما حرصا على المواطنين حتى تنتهي هذه الأزمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.